مشاهدينا مع حضراتكم مرة أخرى، وبنستكمل الحوار مع سيادة اللواء يسري أنديل يتحدث عن الدور الذي قامت به البحرية المصرية منذ قيام أو انطلاق أعمال القوات المصرية المختلفة في حرب أو من خلال سنوات حرب الاستنزاف، وصولا إلى الدور والمشاركة الفاعلة للبحرية المصرية في نصر أكتوبر عام 73، ووصولا إلى يومنا هذا وما تقوم به من مهام جسام البحرية المصرية لتأمين السواحل المصرية والحدود المصرية. سيادة اللواء يسري أنديل، ماذا عن الدور الذي تقوم به الآن البحرية المصرية؟ إلى أي مدى تطورت، وإلى أي مدى هي قادرة اليوم من ناحية التفوق النوعي والتسليح وما حدث فيها من تطوير على حماية الحدود والسواحل المصرية؟ القوات البحرية لها ثلاث مهام رئيسية أو ثلاث وظائف رئيسية. الوظيفة الأولى الوظيفة الأمنية اللي احنا بننفذها حاليا في وقت السن، اللي هي حراسة الحدود، منع اقتراب أي سفن من المياه الإقليمية بالذات السفن الحربية، مكافحة التلوث، منع التهريب، مكافحة الإرهاب. كل دي أعمال تندرج تحت الوظيفة الأمنية للقوات البحرية، في اللي هي وظيفة أخرى دبلوماسية باعتبار البحرية أحد أدوات السياسة الخارجية للدولة، وفي وظيفة عسكرية اللي هي تمت في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر. فإحنا بقواتنا البحرية المتكاملة من سفن سطح وغواصات وطيران بحري وضفادع بشرية وصاعقة بحرية ومدفعية ساحلية وصواريخ ساحلية، بنأمن السواحل المصرية. عفوا، سنتوقف لحظات لمتابعة خبر آخر وآخر تطورات تعامل أجهزة الأمن مع العناصر الإجرامية في المناطق المختلفة. عندنا خبر محتوى بيقول أنه في محافظة المنيا تم التوصل إلى أو القبض على تشكيل عصابي بالغ الخطورة، وكان هو الأكثر نشاطا من الناحية طبعا الخاصة بالأنشطة الإجرامية في الفترة اللي فاتت في المنيا، واشتهر أو عرف عن هذا التشكيل العصابي بأنه بيقوم بعمليات سطو أو سرقة، سطو مسلح أو سرقة بالإكراه. هنعرف تفاصيل أكتر، أمامنا طبعا الفيديو على الشاشة ولقطات لعملية طبعا الضبط اللي تمت لهذه العناصر الإجرامية والأسلحة اللي تم طبعا التوصل إليها والأسلحة المحرزة التي كانت بحوزتهم. معنا هاتفيا سيادة اللواء محمد مصطفى نائب مدير أمن المنيا. سيادة اللواء مساء الخير. أهلا مساء الخير يا فندم. سيادة اللواء، يعني أصداء التوصل إلى هذا التشكيل العصابي، وهل كان بالفعل صداع في رأس المواطنين في المنيا وكان من المهام أو الأهداف الرئيسية لأجهزة الأمن التوصل إلى هذا التشكيل العصابي تحديدا؟ أي يا فندم، حصل فعلا أنه احنا عاملين أقوال أمنية على الطريق الصحراوي الشرقي والغربي يعني ضبط العناصر القاهرة الموجودة اللي هي تتروع المواطنين على الطريق اللي هم مستقل للسيارات، وأحد الأكمنة دي تمكن من ضبط أربع أشخاص معهم خمس بنادق منهم أربعة آلي واحدة خرطوش، وتم السيطرة عليهم وتقدموا للنيابة. كان بقالهم فترة قد إيه تقريبا يا سيادة اللواء بدأتوا تسمعوا عن شكاوى أو بلاغات من هذا التشكيل العصابي لفترة امتدت، أو تقريبا عدد جرائم يصل تقريبا لقد إيه في الفترة اللي فاتت ارتكبوه يعني؟ والله احنا كنا يعني تلقينا شكاوى كتير من بعض السائقين يعني. إن الأمر كان متكرر على الطريق يعني. فالحمد لله أمكن التواصل إن احنا يعني أحد السادات والأكمنة الموجودة تم ضبطهم يعني في حوالي الساعة 3 الفجر يعني أو 4. طيب سيادة اللواء، هل في حالة استنفار أمني مستمرة في محافظة المنيا للتوصل إلى كل العناصر المطلوبة أو العناصر الإجرامية اللي في عمليات أو استهداف لضبطها وإحضارها؟ يوميا المدرية وإدارة البحث والأمن العام وجميع الأجهزة في المنيا حملات الليل كله يعني طول الليل، قوات أمن وأمن مركزي وكل الأجهزة الموجودة في الدنيا، وبيتم ضبط عناصر كتير جدا طبعا وأسلحة غير مرخصة. نشكرك جدا على المتابعة والمشاركة معنا هاتفيا سيادة اللواء محمد مصطفى نائب مدير أمن المنيا، وما زلنا نتابع معكم بعض اللقطات للأسلحة وطبعا الذخائر اللي تم التحفظ عليها وكانت بحوزة هذا التشكيل العصابي للسطو المسلح أو للسرقة بالإكراه في محافظة المنيا. ونستكمل اللواء الحوار مع سيادة اللواء أركان حرب يسري قنديل. سيادة اللواء،
ماذا عن القدرات أو التنسيق المطلوب دائما بين عمل حرس الحدود والبحرية المصرية؟ طبعا التنسيق مستمر. حرس الحدود مسؤول عن حماية الحدود المصرية داخل المياه الإقليمية ولمسافة 3 ميل من الساحل. بعد 3 ميل ده دور القوات البحرية. وفي تنسيق تعاون ما بين الاثنين في محاضر تنظيم تعاون عشان يحدد المسؤوليات، وإذا حصل اختراق لأي يعني حتى في ظل إطار أو حتى مساحة 3 ميل من الساحل ده يخضع لرقابة حرس الحدود، بعده تبدأ مهمة البحرية. المياه الإقليمية دي بتبدأ تحدد المستوى 12 ميل من الساحل. من الساحل منها طبعا خلاص احنا بنتكلم في 9 أميال تحت رقابة أو إشراف وعمل البحرية المصرية، مسؤولية كاملة. لكن في نقطة التقاء خلاص دايما في الحركة وفي العمل، فلابد أن يكون في تواصل بين السلاحين. لو على حاجة في خارج 3 ميل تن البحرية تبعها لغاية ما تتسلمها حرس الحدود. نعم. إلى أي مدى هناك قدرة النهاردة نظرا لتطوير العمل والتطوير أيضا التسليح الخاص بالبحرية المصرية على إحداث رقابة كاملة على الشواطئ وعلى السواحل المصرية وعلى النقاط الحدودية اللي ممكن تبقى مستهدفة للتهريب، تهريب أي أمور أو أي بضائع بشكل غير قانوني يضر بالاقتصاد المصري أو يأخذ من قوت المصريين ومن احتياجات الأسواق المصرية أو تهريب أسلحة أو عناصر إرهابية إلى آخره؟ طبعا الرقابة بتبدأ أساسا بالمعلومات، ففي أجهزة استخبارات تبع حرس الحدود وأجهزة استخبارات تبع قوات البحرية، استطلاع يعني تبع القوات البحرية. هذه الأجهزة تنسق فيما بينها وعندها من القوات والوسائل اللي تقدر تكتشف بها أي تعديات داخل حدود المياه الإقليمية بتاعتنا. هل في فترة زي دي يا سيادة اللواء ممكن يبقى لكم دور خاص، يعني دور للبحرية المصرية ودور لحرس الحدود في تأمين منطقة فيها كل حجم المخاطر اللي احنا شايفينه ده زي سيناء؟ عندنا في القوات البحرية في لواءين لانشات مرور ساحلي منتشرة ما بين رفح إلى شرم الشيخ، وتنسق بقى مع قوات الجيش والصاعقة اللي بتتحرك. الصاعقة وحرس الحدود طبعا طبعا. نعم. طبعا في تنسيق مستمر او اتصالات طول الوقت، نشاط مستمر وقبض مستمر على تهريب. طبعا. هل بتبقى فعلا في عمليات ضبط او قبض على عناصر ارهابيه ما بتجدش يعني لا تجد مفر اخر غير الهروب من خلال المياه الاقليميه او من خلال السواحل؟ دي احد المسالك بتاعتهم. سبحان الله. حضرتك عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا بنحارب دلوقتي تنظيم عالمي، تنظيم إخوان مسلمين عالمي مش محلي، ووراه هم 80 دولة وخبر ساعتك حرب عالمية ثالثة، وراه فلوس كتيرة قوي، وبيعمل عمليات فيها خسة وإجرام كتير قوي في البر وفي البحر. حضرتك بتربط بشكل مباشر وقاطع بين جماعة الإخوان وبين العناصر الإرهابية أو التكفيرية أو الجهادية كما تطلق على أنفسهم هناك في سيناء، بتشوف أنهم بيتبعوا جماعة الإخوان تبعية مباشر؟ مش في جماعة الإخوان، هي بقى تشكيلة جماعة الإخوان والجهاد السلفي والقاعدة وحماس وخلافه، وخبر حضرتك مش في جيش التاني بالكامل بيأمن شبه جزيرة سيناء وبتحمي جنبه قوات البحرية ومعاه طيران هليكوبتر وهليكوبتر مسلح، يعني خبر حضرتك الموضوع متكامل وتنسيق متكامل ما بين القوات البحرية والقيادة العامة هي اللي بتنسق هذا الموضوع. نعم. عفوا، معنا الآن تصريح لأحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية عقب اللقاء في الرئاسة مع عدد من شباب الإخوان المنشقين عن الجماعة أو مجموعة من شباب الإخوان بشكل عام اللي التقوا بممثلي رئاسة الجمهورية، وأعتقد في حضور، سنتأكد من هذه المعلومة، من حضور رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور شخصيا لهذا اللقاء أو لم يحضر حسب آخر الأخبار، يعني وصلني من لحظات بس خبر بيؤكد أن الرئيس على المستوى الشخصي لم يشارك بالحضور وإنما شارك نيابة عنه المستشار الإعلامي للرئيس وربما شخصيات أخرى ممثلة لرئاسة الجمهورية. وبيقول عقب نهاية هذا اللقاء المستشار الإعلامي أحمد المسلماني إن هذا اللقاء لا يعني منح أو إعطاء أي وعود أو استحقاقات، ولكن يهدف لاستطلاع الآراء السياسية في الشارع المصري. إذن العمليات بتجري بتنسيق
دائم ومستمر وحتمي بين أسلحة القوات المسلحة الأسلحة المختلفة. حضرتك بتخص منها تحديدا دايما الالتقاء في المهمة الواحدة وفي مناطق عمل واحدة بين حرس الحدود والبحرية، وأحيانا بيكون في تنسيق مع باقي القوى زي طبعا المدرعات طبعا ووحدات الجيش اللي بتعمل أو الأسلحة اللي بتعمل على الأرض في سيناء. طبيعي طبيعي. في اتصال مباشر دايما بينها وبين وحدات البحرية. بيتسلل من البحر هيخش على البر، فلازم اللي في البحر متابع ومنسق مع اللي على البر عشان خاطر في النهاية يقضي على هذه العناصر. أيضا يقول أو يضيف عفوا مرة أخرى سيادة اللواء يسري أنديل، يؤكد أيضا المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أن شباب الإخوان عرضوا خلال هذا اللقاء في رئاسة الجمهورية مبادرة تحت عنوان فكر وارجع، وسنعرف المزيد عن محتوى هذه المبادرة من خلال متابعتنا في الساعات القادمة، وإلى أي مدى تحمل نقاط التقاء أو توافق يمكن أن يتم التوافق عليها مع أجهزة الدولة وفي مقدمتها طبعا دائرة اتخاذ وصناعة القرار السياسي متمثلة في رئاسة الجمهورية وكل الدوائر الأخرى التي تشارك في صنع القرار، منها كل طبعا الأجهزة السيادية التي تعمل الآن وتنسق مع الرئاسة، منها القوات المسلحة المصرية، منها كل الأجهزة المعنية باتخاذ الأمور ورئيس الوزراء أو رئيس الحكومة. وسنعرف أكثر بعد قليل عن هذه المبادرة ومحتواها وإلى أي مدى يمكن أن تصل بنا إلى بعض الحلول التوافقية المحتملة إن وجدت هذه الحلول. معانا على الهاتف إسلام صاحب المبادرة الأستاذ إسلام الكتاتني. أستاذ إسلام مساء الخير. أستاذ إسلام، العناوين الرئيسية أو الخطوط العريضة لهذه المبادرة لمبادرة فكر وارجع، ما هو الهدف منها أو ما هي المطالب الرئيسية لهذه المبادرة؟ الهدف منها هو أن إعادة تأهيل شباب الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية والسلفية المتحالفة معها لحضن الوطن وليس للجماعة، لأن نؤكد على أنه لا مصالحة على الدماء، وكل من أخطأ وأجرم في حق هذا الوطن يعرض للمحاكمة ويحاسب بالقضاء والقضاء العادل والقانون العادل. هذا أمر ما عليهوش خلاف ولا نقاش فيه. ليس الهدف طبعا إعادة الجماعة أو يعني أنتم الآن يعني لا تطالبوا بعودة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي؟ لا أفندم، أنا إسلامي كتبتنا منشق من زمان يعني. نعم نعم الناس أول من بصرف نظر طبعا عن أنك من الشباب المنشق أو المختلف مع القيادات السابقة. نعم طيب، ماذا أيضا بخلاف هذا الأمر أو أنكم بتؤكدوا موافقتكم على محاسبة أو إقراركم لحق الدولة في معاقبة كل الجناه أو كل من أجرم في حق الوطن، ماذا أيضا طرح كنقاط التقاء للحوار السياسي؟ قوم عليها المبادرة حضرتك ثلاث أسس. نعم. أني بالإضافة إلى الحل الأمني والذي شهد نجاحا ملحوظا واحترافية وأداء عالي من أجهزة الأمن، لابد أن نضفر معه الحلول الفكرية والاقتصادية. لابد أن تكون هناك مواجهة فكرية واقتصادية. لا يعالج الفكر إلا بالفكر ولا يواجه الفكر إلا بالفكر. دي الأساس الرئيس لفكرة المبادرة، حيث جمعت أكثر من 30 سلبية من سلبيات جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها سنة 1988 حتى سقوطها سنة 2013، ودي اللي حب أواجه بيها شباب الجماعة حتى يفتح الله على بصيرته ويدرك أنه كان ماضيا في طريق خاطئ بعيد كل البعد عن الإسلام الصحيح والإسلام الوسطي المعتدل. طب هما بيسمعوا منكم يعني بصراحة أكتر يا إسلام، هما بيسمعوا منكم شباب جماعة الإخوان اللي هما مع الطيار اللي بيطلق على نفسه النهاردة تحالف دعم الشرعية أو الطيار المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، هل النهاردة بيقبلوا منكم التوافق معهم أو التواصل معهم والحوارات السياسية، ولا بيحتدوا عليكم لو حاولتوا تلتقوا بيهم وتعرضوا عليهم وجهات نظركم؟ هو الطبيعي في اللحظة الرهينة اللي احنا بنتحدث فيها أن شباب الجماعة متكاتف. نعم. ليه شعوره بالمحنة. نعم. لكن رويدا حينما تهدى الأمور سوف يبدأ يستمع. أنتم الأقرب إلى التواصل معهم أو إلى القيام بدور الوسطاء السياسيين في المرحلة دي؟ لا، لسنا وسطاء سياسيين، إحنا بنحدث إلى أن إحنا نبين أن الأفكار التي كانت مبنية عليها فكرة جماعة الإخوان المسلمين كانت خاطئة وأنها انحرفت عن المنهج الصحيح للإسلام الوسطي المعتدل. ولماذا تنفي عن نفسك أو عن المجموعة المتوافقة معك فكريا صفة أو ترفض مصطلح أو وصف وسيط سياسي إذا كان يمكن أن يؤدي خدمة للصالح العام للوطن؟ هل لو وجدت أن هذا الدور يمكن أن تقوم به سترفض؟ أنا بواجه فكريا وليس سياسيا. نعم. الحلول السياسية لدى القيادة السياسية لدى نعم. أنا حركة
ومؤسسة مجتمع مدني تحت التأسيس. نعم، بعيدة عن القرارات السياسية، قصدك لا تتحدث باسم السياسة. نعم. والمعالجة الفكرية وليس نعم. المعالجة. طيب أستاذ إسلام الكتتني، ليه في ناس انسحبت من الاجتماع حسب متابعتك ورؤيتك لمن انسحبوا وقالوا انهم هيعلنوا بعد قليل من خلال بقى مؤتمر صحفي او نشرة للاعلام او بريس ريليس الى اخره ممكن تخرج لوسائل الاعلام هيقولوا من خلالها اسباب عدم استكمالهم للاجتماع، هل عندك رؤية او عندك تفسير لانسحاب البعض من هذا الاجتماع؟ انسحب ده هو احد الزملاء كان مرهقا لانه ليومين يعني ما مرهق ولم يحظى بالكفايه في النوم والارهاق الشديد والتعب، وكان الاجتماع خلاص اوشك على النهايه يعني، فالراجل اعلن انه مش انسحب يعني بعد منكم لان مش قادر اوصل لانه كان مرهق يعني ما فيش حد انسحب. طيب يعني هو جالنا طبعا في مصدر اخر ربما طبعا نعود لتذكر الاسم بعد قليل كان بيقول انه لم يرضى عن بعض ما جرى او عن محتوى التفاوض والحوار وانه انسحب لهذا الامر وسيعلنه بالتفصيل، هو احد الشباب اللي كانوا او منسق احد التحالفات اللي كانت مشاركة، تحالف شباب الاخوان، منسق تحالف شباب الاخوان اشترك معنا منذ قليل هاتفيا وقال ان عنده تحفظات على ما جرى او على مسار الحوار داخل هذا الاجتماع. ايوه، لان احنا رحنا كاسلام الكتتني صاحب مبادرة فكر وارجع وعرضت مبادرتي وكان اللقاء ودود للغاية وكان في منتهى الود واللطف شكرا. احنا معاك، احنا سامعينك يا استاذ اسلام. واما يسأل في ذلك لان الاجتماع ما كانش قاصر على مبادره فكر ورجع. هل وجدت استجابه كافيه من المتحدث الاعلامي او المستشار الاعلامي للرئيس، وجدت استجابه او تقبل للمبادره اللي طرحتوها في الاجتماع ده؟ وجدنا ترحيبا وكان الاجتماع ودودا للغايه يعني اجبت قبل ذلك يعني. طيب بشكرك جدا وسنواصل متابعة ما يجري من جولات للحوار أي جولات محتملة قادمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ إسلام الكتتني صاحب مبادرة فكر وارجع وأحد المشاركين في الحوار الذي دار اليوم بمشاركة المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية. سنتوقف لحظات قبل أن نعود لنستكمل هذا الحوار مع سيادة اللواء يسري قنديل، كنا نتحدث أيضا عن مزيد من الموضوعات المتعلقة بعمل القوات البحرية والتنسيق مع باقي أسلحة القوات المسلحة وإلى أي مدى أين نقف اليوم على خريطة القوات البحرية في العالم وإلى أي مدى تطور تصنيف أو تقدم تصنيف البحرية المصرية في السنوات الماضية وفقا لخطط التطوير والتسليح، ولكن سنأتي إلى هذه الإجابات من سيادة اللواء بحري أركان حرب يسري قنديل بعد دقائق قليلة وبعد أن نتوقف مشاهدينا مع أذان المغرب الذي حان موعده بتوقيت القاهرة. بعد أن يتم رفع الأذان بعد لحظات قليلة سنعود لاستكمال هذا الحوار في هذه الذكرى أو هذه الأيام التي نحتفل فيها بكل ما تم من كل أسلحة القوات المسلحة والأدوار البطولية التي بدأت منذ بداية حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر 6 أكتوبر عام 73 وإلى أي مدى نستمد الكرامة والحماية والقوة للقرار السياسي وللسيادة المصرية من القوات المسلحة المصرية. وأيضا هناك نقطة هامة جدا أعتقد سيادة اللواء من النقاط التي ستحدثنا عنها أيضا بعد قليل، تأثيرات على وجه السياسة المصرية والدولية نصر أكتوبر 73 وكيف أثر في مستقبل السياسة المصرية، سنتحدث عن هذا معك بعد قليل. مشاهدينا سنتوقف معكم ومع أذان المغرب ونعود لاستكمال هذا الحوار، تابعونا. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المقطعة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أنه قد أصبح له
درع وسيف.